السلام عليكم متابعينا الكرام. اليوم جبنا لكم مبردة ماركت الونسو اليابان. طبعا مبردة الحجم الكبير، الكفر مالتها يجي نايلون مدحم مضاد للتآكل. طبعا بيها نظام مانع للرطوبة، تجي وياها دبات مال ثلج مال تبريد الثلج من فوق نخليها حتى تعطيك هواء بارد. الحجم الحوض مالتها تقريبا كلش كبير، الحجم الكبير، وبيها موزع الهواء وثلاث اربع سرعات، بسرعه الصفر والتبريد نقدر نتحكم بيه نطفيه ونشغله. طبعا هذا شكلها الخارجي مثل ما تشوفون انتم، هذا شكل الجانب مالتها وهذا شكل الظهر مالتها. طبعا هذه النوعيه ما تسوي اي رطوبه نهائيا، منا مال تضيف لها المي، منا البروكيه مالتها والمواصفات. طبعا شركه الونسو اليابان، راح اشوفكم شغلها هسه، راح اشغلكم اياها. طبعا دفع الهواء مالتها اربع ثلاث سرعات ودفع كلش قوي، ونقدر نشغل موزع الهواء بحيث يروح يمنى ويسرى. هاي المبرده مثل ما تشوفون قدامكم، وهذا تشغيلها. طبعا هسه ما يبين قوه الهواء مالتها، اللي يريد يجرب يجي يمه. هذا الحوض الفوق مال نظام التجميد، ابطال التجميد هذني، وطبعا نظام شلال، نظام الغسل مالتها نظام شلال. ألف هلا وحياكم الله، شركة الأخوين بغداد ساعة ميسر. ألف